السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه التعليم الابتدائي الرائد، كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا نموذج خاص ماده اللغه الفرنسيه اكريتور كوبي ديكتي. واخا اذا النموذج ديال اليوم غادي نخليه لكم بي دي اف صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي كيتابعوني كذلك على الفيسبوك غادي نخلي لكم نموذج بي دي اف صندوق الوصف. اذا شوفوا معايا، عندي هنا ليكريتور، يعني غادي تعاودوا تكتبوا هاد لي سيلاب ولا فراز لي فراز اللي امامكم بالخط ديالكم. واخا المهم في الامر انكم خاصكم تحترموا مقاييس الحروف. هنا لاحظوا ان عاطينكم يعني واحد الورقه مسطره، اذا لازم انكم تحترموا القياس ديال كل حرف. اذا ما لي بو تو بو شا سو جو. اذا هنا شوفوا معايا، حاولوا انكم تكتبوا بالخط ديالكم هاد لا فراس حتى هي. سو شا نو سور با دون لا رو. واخا كذلك لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون او ابرونون. واخا اذا كنتمنى انكم تقوموا هنا، رشيد مونج اون اورانج، كنتمنى انكم تقوموا باعاده الكتابه ديال هاد الكلمات هادو. كذلك حاولوا انكم ديروا واحد لاغدواز، شي حد يقوم بالاملاء ديال الاملاء على ليكم لهاد لي سيلاب وحتى لهاد لي فراز. كنتمنى لكم حظ موفق، كنتمنى لكم لقاءات مميزه. نتلاقاو ان شاء الله في نموذج اخر، والى اللقاء.